عليكم ورحمة الله وبركاته. How meaning؟ كيف المعنى؟ يتم إدراكه أو يتم بنائه and receive واستلامه in literally work في الأعمال الأدبية. الآن يقول بشكل عام المعنى يتم إدراكه contracted encoded. encoded يعني ترميزه and decoded وفرش شفرته من خلال. كيف يتم encoded and decoded؟ هنا خارج يجيك سؤال، كيف يتم ترميزه وفك الترميز، يعني جعله برموز وفتح هذه الرموز. يقول جعله برموز وفتح هذه الرموز through خلال manipulating major aspect of language، يعني من خلال معالجة الجوانب الرئيسية للغة. يعني من ألزم العمل الأدبي لازم أعالج بثلاث جوانب رئيسية. وشنو هاي الجوانب الرئيسية؟ راح يقول لي what are the manipulating major aspect. هي واحد الفورمز الشكل والكونتنت المحتوى والاستعمال. واحدة واحدة خلينا نتفاهم عليها. شنو يعني المحتوى؟ ها سؤالك حلو، تعال يا ابي راح يسألك شنو هو المحتوى. تقول له والله ان المحتوى، العفو المحتوى قلت الشكل، اسف هذا الفورم الشكل، انا غلطت اسف شبابنا. الشكل شنو هذا الشكل؟ هي الطريقه التي الطريقه التي بها اللغه textual unit يتم بها ترتيب اللغة إلى وحدات نصية، arrange ترتيبها. يعني إن اللغة يتم ترتيبها arrange ترتيبها إلى textual units، طريقة ترتيب اللغة إلى وحدات، أو شلون نقول إلى وحدات نصية. زين بعد، وهذا الرفع وهذا الفوم يشير إلى ماذا يشير؟ طيب كيف يتم ترتيبه؟ the way of arrange، كيف يتم ال way مال arrange مالته؟ textual unit وحدات نصية. طيب إلى ماذا refer يشير؟ لمن يشير؟ يشير إلى structure of language، قواعد لغوية. شنو قواعد لغوية؟ يشير إلى قواعد لغوية. يقول everything كل شيء من chapter إلى الباراجراف، كل شيء من الفصل الكامل إلى المقطع إلى التنقيط is the way of arrange. زين هسه راح يقول لي يا تعال تعال، أنت تريد تقسمه إلى وحدات لغوية. هاي الوحدات اللغوية شلون؟ منين متكونة؟ متكونة من باراجراف، مقطع، العفو chapter فصل ومقطع، punctuation marks علامات التنقيط. هاي الطريقة اللي بيها arranging يتم بها ترتيب الكونتنت المحتوى. شلون يتم ترتيب المحتوى؟ ترتيب المحتوى فصول، وهاي الفصول بيها باراجراف، والباراجراف لازم نعتمد على التنقيط، يعني علامة الاستفهام الفارزة إلى آخره. هي هاي الطريقة مع الترتيب مالتها. حلو، على عيني وعلى رأسي. هذا formal إلى آخره، هاي ما عندنا به شيء. form include build back إلى آخره إلى آخره. أي نجي هنا، نجي المن إلى phonological awareness، الوعي الصوتي. شلون؟ شنو هذا الوعي الصوتي؟ يقول شلون تقول البلاكس؟ البلاكس يعني الوحدات أو خطوات أو هي معناها طابوق. عملية بناء، عملية البناء يتم من خلال الوعي الفونولوجيكال الصوتي. شنو يعني الوعي الصوتي؟ الوعي الصوتي ما يتكون من الأصوات والوعي، العفو الأذر والحروف، النعي يعني يكون واعي للصوت للحرف. خوش. وبعد ما وعينا للصوت والحرف يجب أن نعي أو يكون واعينا للتنقيط.
أو الترقيم، الترقيم علامة الاستفهام، النقطة الفارزة، لكن لازم يكون مرتبة. هاي الانفورميشن ليش هذا اللي هاي كلها هيك خرب ما علاقة بها. ان ارينجمنت وترتيب اوف ذا وورد فريز كرييت، هاي معنى شيء. اذا ركزوا على ذني، شوف هسه هذا المقطع الاول طلعت لنا به هيك بلاوي، نروح للمقطع الثاني. اي هذا المقطع الثاني. طيب ايش بيك يا المقطع الثاني؟ المقطع الثاني يقول كونتنت، نجي الى المحتوى. ايه ايش بيه المحتوى يا ابويا؟ المحتوى خلينا نعطيه غير لون على ما تصير واضح. شنو يعني محتوى؟ محتوى يعني المينينج، المعنى، معنى اور وات تكست سي، او هي بس معنى كلش كافي. زين هاي نكملها، ما يحتاج نكملها. هسه يجي يقول شنو المعنى؟ معنى شنو؟ معنى ويرز الكلمة، الكلمات أو العبارات أو الإديامز أو إديامز التعبيرات عن سنتنس والجمل. ها هم ما افتهمنا. أنت تقول لازم هاي الكلمات تحتوي على معنى إلى آخره. ثواني جايكم شباب. أوكي أسف على التأخر شباب. إيه مع ذلك معرفة الكلام، الكلمات، الفوكابلري، سيمانتيك. شنو يعني سيمانتيك؟ سيمانتيك يعني الفوكابلري، المفردات. جيد. إلى آخره. الاستعمال. نجي إلى الاستعمال. بس ما أعرف ليش مخربط من هيك. غير هي كل واحد يصير بمقطع. الاستعمال. الاستعمال يا قلبي يشير إلى طريقة المتكلم باختياره الشكل المعين الذي بيسفت، الذي يناسب بشكل أفضل أو يكون مناسبا جدا إلى الكوميونيكاتيف كونتكست، إلى النص التواصلي أو سياق التواصل. شلون يعني؟ يعني أنا برا ما كتبت القصيدة وكتبت المحتوى المقطع إلى آخره وعينت المفردات وخليت معنى بالقصة، أختار واحد يقرأ لي اليوز استعماله، يجي واحد مثلا شاعر متكلم، فبيها طريقة لاختيار شكل المناسب الذي يتناسب مع السياق التواصلي. It is a pragmatic. البراغماتية إلى آخره. Understand use language social code. يقول هاي الطريقة يجب أن تكون مفهومة بمن بلغة في السياق الاجتماعي. مو أروح ينبدو وأحكي لهم بالنظريات العلمية وفيزياء الكم، مو أروح علماء بالفيزياء وأحكي لهم والله احنا ويا الربع ويا ما لازم حسب المجتمع، حسب المجتمع. اي انكلود ابيليتي تو ابروبريت لانجويج الى اختيار هذه مالتيبلاي هاي بها جافند باي رولز، ما عاد بها شيء مهم. اما نجي على المقطع اللي وراء، المقطع اللي وراء ليترشر الادب. ايش بيك يا الادب؟ يقول والله إن الأدب usually means intensive use. شلون؟ الأدب عادةً ما يستعمل intensive واسع، استعمال واسع. These في هذه three aspects. هذه الجانب الثالث اللي قلنا الشكل والمحتوى والاستعمال يتم استعمالها بشكل واسع بصورة طريقة مترابطة إلى آخره. ما أشوف ماكو شيء بيها مفيد. ولكن كيف يتم التحكم بها؟ التحكم بها بواسطة القواعد rules convention والfound والشون نقول الاتفاقيات الموجودة. يعني شلون؟ يعني ذول الأدب متفقين إنه مثلا هذا الموضوع المعين ما نذكره، مثلا هنا عندنا المثلية الجنسية يكون ما نذكرها شعر. هاي احنا متفقين حاطين قواعد ما يصير نذكرها نهائيا. الاخرين هاي ما عاد بيها شيء.
يقول هل يتم الاتفاق على ذلك كله؟ نعم، يقول حتى القواعد والاتفاقيات بمن بالتنقيط طيب والطباعه الى اخره جرافولوجي، المهم يقول كل شيء يتم الاتفاق عليه. زين، نجي النقطة اللي ورا، واليوم راح تتعبون حيل شبابنا الاعزاء، لان دازي لي ناس مليان ملي افكار ومليان ملي اشياء. اي المقطع اللي ورا يقول language شنو هاي hierarchical، صار لي هواي ما مر فيها. hierarchical يعني طريقتها هرمية تصاعدية، او نعم تصاعدية. It is constituted by combined unit، يقول تعمل بواسطة combined unit، جمع الوحدات إلى آخره. System or system levels إلى layers، طبقات. يقول ما هو النظام الهرمي؟ النظام الهرمي بطبيعته مقسم إلى levels، مستويات، layers أو طبقات. هذا معنى النظام الهرمي. وكل وحدة يمكن أن تقسم إلى smaller unit، smaller ones، دي smaller. هاي مو مشكلة، مهم مو علم مو مهمات ذني. نجي للمهمات. المهمات اللي عندنا الصوت المفرد الذي لا يمكن أن يقسم، cannot be divided into إلى أي أو بصورة موسعة، اسمه فونيم. حلو، اسمه فونيم. When two or more phonemes، ها عندما تجتمع، هذا التعريف الثاني، اسمه المورفيم. شنو المورفيم؟ الصوت المفرد، مثلا صوت الب، العفو صوت الت، هذا صوت الت. خوش، او خلينا نقول يعني نعم صوت الت، هذا صوت الت لا يمكن ان يقسم. شلون اقسمه؟ هو الت، شلون اقسمه؟ اذا هو سنجل ساوند، صوت مفرد لا يمكن تقسيمه. اذا اجتمعت تو اور مور فونيم، صوتان او اكثر، كومباين يعني يتكونان مع بعض، يصيح لها مورفيم. مثلا ات، الاي واحد والتي واحد، جمعناهن صار ات، او تي تو الى اخره. similar morphine combine large well. ها وهاي المورفيم، هاي الاصوات اذا جمعناها مورفيم كومباين، جمع الاصوات المزدوجه في شكل كبير، هاي يصيح لها كلمه. اذا شنو هي الكلمه؟ مورفيمز، اصوات مركبه مجتمعه فوق بشكل اكبر. اوكي، نجي إمن الى الفريد العباره. اذا اجتمعت عده كلمات words combine، اذا اجتمعت الكلمات combine in form في to from larger unit، في وحده كبيره، ايش تسوي؟ يصيحوا لها phrase or sentence، عباره او جمله. طيب هاي العبارات several sentences، sentence جمل كاملة، ترتبط مع بعضها connected to make piece of speech، قطعة كلامية، هاي يصيحوا لها text، النص or discourse أو كتابة. إذا هنا نقسم لك الطبقات حبيب قلبي، وهي الصوت المفرد اسمه مورفيم، اجمع الاثنين أصوات أو ثلاث أصوات العفو فونيم، صارت مورفيم، اجمع لي عدة مورفيمات صار عندنا كلمة، اجمع لي عدة كلمات صار عندنا عبارة، اجمع لي عدة عبارات صار عندنا نص. شنو هاي؟ هاي يريد ينتقم من عندكم. المهم هاي على أساس عارف لكم اياها، ترى نسوي عليكم فضل، يقول لكم ترى شوف هاي. وهنا مطيكم السنتنس انت ساي تعاريفها، وهنا التكست براغماتيك. المهم انت بكيفك، تعرف هذا التعريف المطول او هاي التعريفات المختصره اللي اشرت لك اياها. اي وبعدين يا قليبي نجي على هذا المقطع. ايش في هذا المقطع؟ هذا المقطع يقول at each level، في كل مستوى. ثواني اسف.
في كل مستوى the combination التكوين different units governed يتم حكمه بواسطة رولز قواعد هاي بعدين rules sounds funny determine possible combine إلى آخره the same way rules determine ما عدنا بها شيء. قواعد syntax قواعد بناء الجملة أو والسيمانتيك وعلم الدلالة determine possible من المحتمل combine the word that ما عندي شيء لا 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 contract يقول هذه القواعد يتم combination يعني شو نقول مجموعة أو تضم من المحتمل أن تضم كلمات إلى الكونستركت grammatical and meaningful sentence يعني شنو يعني إنه هاي الرول قواعد إذا ضبطناها وحطينا لها قواعد قصدي حطينا قواعد للجملة راح تصير عندنا هنا كونتراكت جراماتيكي بناء جمل نحوية وأيضا جمل ذات معنى زين ورا آخر غالباً what distinguish ما يميز literature الأدب عن الأشكال الأخرى ما الذي يميز الأدب عن الأشكال الأخرى من اللغة هذا سؤال مهم جداً هو connection الارتباط بالشكل والمحتوى والاستعمال هذا اللي سولفنا عليه يعني من اكتب انشاء مو شرط بشكل معين الانشاء وقالب راح يصير بس اذا اكتب قصيدة لازم بيها شكل معين ومن اكتب انشاء المحتوى عادي اجي واشخبط من عندي لكن المحتوى مالت القصيدة يجب ان يكون معين ومن نريد اقرأ الانشاء اي واحد يقرأ الانشاء لكن لا اكو ناس معينين يوز استعمال هذا وهذا يعني ببساطة ان الادب tend not just articulation of the idea معناها لا توضح ان الادب ليس الى توضيح فكرة بل إلى تسليط الضوء على الطريقة الفريدة بالشكل هو نفسه قاعد يعيد هذا الحكي نعم ما في شيء لا لا قاعد يكررها بدون فائدة بس ركزونا على ذني السؤال مهم جدا طلابنا يا ريت يكون عندكم لازم حتى تكتبوني أنا يميل الأدب إلى تكرار في تعبير فكرة سيالة أجل فصل أها نعم لقينا يقول الشكل والمحتوى لا يمكن أن يتم فصلهما can't be disconnected ليش؟ لأن two formal arrangement بمعنى العفو no to لا يوجد اثنان لا يوجد اثنان ترتيب شو نقول formal رسمي arrangement ترتيب لا يوجد ترتيبين رسميين للنص يمكن ان ينقل نفس التعبير لا دقيق خلنا نفتهم شلون يعني انا من سويت شكل معين هذا الشكل المعين انا اللي سويته اجيب نص يناسبه خوش وما يصير أبدل النص بنص ثاني خليني أفضح لكم إياها بالعربي بالعربي هنا أنا إذا أريد أقول أنا أريد أسوي نص إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا إيش صار عندي إذا ملاحظين إنه قياس هذا السطر هو نفس قياس هذا السطر هذا شنو هذا الشكل خوش ولكن هاي أنا بعدتها جاي تحيز ولكن
المعنى مالت الجملة مناسب للشكل مالته. ما يصير أروح أجيب لي غير شكل وأرتبه، لا لا، هذا بس صاحب القصيدة اللي مرتبها بهذا الترتيب، لا يمكن أن يفصلها. وما دام ما نقدر نفصلهن، إذا no two formal arrangement of the text would convey the same impression، لا يمكن أن يعطي نفس الانطباع. آسف. زين، بعد إيش عندنا؟ يقول يابا مرات الشاحنة فام الشكل اللي تشار في الأدب start يبدأ from من the cover علشان نقول غلاف النص إلى آخره publish to the every other formal detail. هنا أنا يجي سؤال، من أين يبدأ الأدب؟ الأدب يبدأ من cover الغلاف of the published text، من نص المنشور الذي تم نشره. يعني بصراحه ما اعرف شنو المعنى، بس هي اكن انا من اين اذا غادي يجيك سؤال من اين where does the literature start. زين والى اخره، ميزاد عنوان الى اخره. يقولوا ايضا لازم شو تسوي، لازم تخلي اسم للقصيده، اسم للكتاب واسم للقصيده، وكمبوزيشنز إلى هاي مجرد شكليات أخرى. ما أعتقد بها شيء، لا لا، هاي كلها مجرد شكليات. بالإضافة إلى ذلك determine content instant when Andrew Marvel write poem in the إلى آخره. هاي ما أعتقد بها شيء. نصر يا صفحة، صفحة 11 16. هاي نومتكم راح تصير. لا بس احنا شو نسوي، هذني نخليهن على باكر. التون والثيم، عناصر الأدب راح نخليها على المحاضرة الجاية. وش حكي؟ المهم نرجع السالفة، وين هي، وين وصلنا احنا؟ احنا تمام. Literature الأدب، إيش بيك يا الأدب؟ والله ذبحتني يا الأدب، تعال أقول لكم إيش بي الأدب. يقول الأدب intentional creative، هو استعمال خلاق إبداعي متعمد من أجل خلق تأثير أو إثارة. إيه هنا حلوة. يقول شنو شيخلق استعمال الأدب؟ يقول create effect or to provoke feeling. وشون نقول provoke feeling، خلق المشاعر وتأثير، يعني شون تهيج المشاعر. literature can be treated، يقول يمكن أن يتم معاملة الأدب، التعامل مع الأدب as both formal style and communication. ها يقول هذا الأدب يتم التعامل معه كأنه أسلوب رسمي حواري، خوش، وأيضا كمينك من التواصل، هذا واحد، وأيضا وين راحت، كنص تاريخي. تعال نتفاهم عليها واحدة واحدة. أنا من أريد أكتب قصيدة الواحد، فأكتب له قصيدة، فراح تصير وسيلة تواصلية، خوش حكي. ولكن من خلاله يمكن أن يكون نص تاريخي، وهسه حاليا المؤرخين يعتمدون على القصائد كثيرة على مشين على يعرفون تاريخهم، هذا المقصود بها. وبعد إيش عندنا؟ أيوة. لا ما عندنا أي شيء. عندنا هنا linguistic deviation، الانحراف اللغوي. شن هو الانحراف اللغوي؟ essential to the، هو أمر أساسي، to the account of literary language، هو أمر ضروري أو أساسي المن من أجل اللغة الأدبية. ما افتهمنا سامعين باللغة العربية يقول تم كسرها للضرورة الشعرية، وعندنا هي شيء باللغة العربية، لا نفس الحالة. يقول الانحراف اللغوي إذا مثلا
بدنا نكسر نرفع نضم. فهنا يصيحون لها essential to the account of literature language، هي أساسية من أجل الحساب، من أجل اللغة الأدبية. هل هذه شائعة؟ نعم، it commonplace، إنها شائعة اعتيادية جدا، كل الناس يستعملوها. بعض الشعراء and other creative writer، والكثير من الكتاب في اللغة يستعملونها. المهم المهم إن هي شائعة وخلاص، الكثير يستعملونها وما أكو أي مشكلة. هل يمكن أن يكون هناك essential linguistic deviation؟ نعم عادي ماكو إشكال، يمكن أن يكون هناك انحراف لغوي. أيضا يمكن أن يسمح لوجود تقليد الشعر إلى آخره. Poetic license ماكو شيء. نروح للوراها يمكن نخلص. ايه شكو وراها شباب؟ Distinguish، يقول يتميز الأدب بمن from variety، مختلف أنواع الغير أدبية. شنو اللي يميز الأدب عن الأشياء الأخرى الغير أدبية؟ يقول يوجد عدد من السمات إلى إيه، ما شنو السمات؟ غير يقول شنو السمات بالنسبة للمقاصد يمكن أتبر أول شيء عندنا الانحراف اللغوي typical deviation الانحراف اللغوي unique to the text، وهو أمر فريد في النص. يعني إذا تكتب إنشاء ما يصير التو تحط وراها ing إلا في حالات معينة، ما يصير الإز والآم والآر تخلي إيش اسمه الإز والآم والآر تخلي وراها، لازم تخلي وراها فعل بي اي ان جي. ولكن بالشعر عادي تقدر تغير هذا النمط، يصيح له typical deviation. اذا ما الذي يميزه؟ يميزه ال typical deviation، او تكتب هذا اللي هو linguistic deviation الانحراف اللغوي. هذا واحد. طيب ايش عندنا بعد الانحراف اللغوي؟ هذا الانحراف اللغوي هل هو مقبول؟ يقول نعم، accepted social meaning، هو مقبول في المعاني الاجتماعية أو المعنى الاجتماعي ما تشكال. Created in the vacuum but influenced by the social من مميزات الأدب أيضا ليس تأثيره بالانحراف اللغوي أو الانحراف شلون العنفو اللي هو الانحراف اللغوي القواعدي، وايضا تاثيره بالنص الاجتماعي او المحتوى الاجتماعي. هي لا كلتشر وشلون الموروثات الثقافيه والتغييرات الاجتماعيه. إذن بمن يتأثر؟ يتأثر ذن الأشياء الثلاثة، لأنه لا يصدر عن الفراغ. يعني أنا شاعر من أريد أكتب، أكتب عن من؟ يا إما تأثرت بما هو موجود بالمجتمع أو بالثقافة أو بالتاريخ مالتي. ما معقول أكتب لكم عن صناعة الليزر، ما ترى هيك شيء. لا ما بيها شيء. هذا كله ما عليه. نجي هنا المقطع الورا الأدب، رحنا نروح نرجع للأدب. شو بيه الأدب؟ الأدب جدا ريري نادر. حلو. نادرا حول الكوميونيكيتنج، حول توصيل information المعلومة. How about communicating experience، حول خبرة معينة. يعني نادرا ما يستعملون الأدب لإيصال معلومة عن، ولكن إذا بقولكم عن الخبرات. يعني شلون؟ يعني أنا عندي معلومات أريد أوصلها، ما أوصلها عن طريق الأدب، وهذا rarely نادرا. شاعلي من
يدور الأدب؟ يدور الأدب حول communicating experience، يعني حول توصيل التواصل والتوصيل عبر الخبرات. يعني جي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، هيجي جاي يفتخر على أساس أنا عندي خبرة، لكن كتوصيل معلومة إنه هجم علينا الروم، ما أجي أسوي لهم قصيدة هجم عليهم الروم، وإنما لحقوا إجونا. يقول إنترناشيونال معتمد له التأثير إلى آخره من نقل معلومات، أسب اعتبار تأثير أو مجرد شمالية هاي هيجي. ما عندنا بها شيء. أوكي. وبعبارة أخرى فورنزي تهدف هذه اللغة إلى تعطيل المعنى وبناء الجلد. آها حلو خير. شوفوا النهاية. يقول هي رمزية. أي وذا هي رمزية يا أبويا؟ لا دقيقة دقيقة شوف البلوة. يقول رمزية هي تتعمد disturb regular، يتم تعطيل المعاني والمحتوى، يتم تعطيل المعنى العادي من أجل زيادة تأثير في التعبيرات والعفو التأثير والتأثيرات visual effect والتأثيرات شلون المرئية والعلاقات بين العناصر في العالم. يعني شلون؟ يعني أنا من أجي أقرأ قصيدة الهدف منها أعطل شغلة موجودة، تعطيل معنى الاعتيادي، وأخلق لكم تأثير أخليكم تقبون. الكثير من الأحيان يستعملون الفيجرتيف المجازية أو الرمزية. يعني ما أقدر أحكي على واحد ف أحكي مجازيا. هذا يبدو هاي هيك خاف يقول لك شنو تأثير المجازية أو الرمزية. هي تتعمد تعطيل جوانب معاني معينة من أجل خلق تأثيرات وتعبيرات visual effect. شلون ما شلون اكو شغلات يعني التأثيرات بصرية، العلاقة بين العوالم. اوكي نتوقف هنا يا شباب وذني.